طلع مش أعمى، والأماكن اللي راحها ما تدلش على إنه شحات إطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوة زي القمر وقعد معاها في كازينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر. صباح الخير ولا مساء الخير يا ستي؟ ما تدقيش علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتي. تعجبني عريس. الله، عريس؟ ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ ونظفنا البيت واشترينا دستة جاتو وبخرت الشقه بعد الصلاه. بس اوعى تقولي ان انا قلت لك. لا ما تخافيش، والختنه الشريفه من هاي. تعجبني، اتفضل. يا ساتر يا ساتر، دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا. تقدر تقولي يا نانا؟ اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه يا بابا؟ حسنين البرطوشي. ايه البرطوشي؟ الحمد لله، دي نعمات ارحم 50 مره. يا بنتي يا شقيه. طب خش يا بنتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اهلا وسهلا. انا بنتي عايده كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم. بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح. ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا نانا، انت قلت تشرب ايه؟ كورن فليكس. حاجه ساعة. اي حاجه، حاجه ساعة يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايدة كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر. بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كم سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة انا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل لاخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ هي بترزق اخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساعة يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساعة وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تضغطيش نبان مدلوقين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تغلطيش. الظاهر يا ابني إن أنا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس.
مالك يا قلاجة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرني بني ادمين. امال احنا حلاليف؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي طلع القرش من جيب الناس ومن احنا مش حراميه يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سا 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 سبارس تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك، معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ومعايا الكومي يا ويكي. مرة واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مرة جه واحد جه يقعد على قهوة قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه ولا بنشوف حاجه. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن.
امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات، تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه، تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه، تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه، تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبني يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك، وقدام على العربية اللي جرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيد؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك زي غيرك. ده بينها جد. يا خليل يا غبي يا هموش. خش قدامي. اطلع فوق. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين النضر جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. ادي النحس. يظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. سرمه. ايه سرمه؟ اسمي سرمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والسرمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا نعيش مرتين مش كده؟ حسيبهم لمين يا عباه؟ سرمه. ايه سرمه؟ حسيبهم يعني في صفايح كده الحكومه زي ما بنسمع يا صندل؟ سرمه. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين اخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. انا اقولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكيه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب. اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص.
أصل أنا عاملة رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطة ولا لحمة ولا أي حاجة أكتر من 50 قرش. يا ترى أنت فين؟ اسمك إيه اللي دفعت لي الحساب؟ الإفراج وصل يا معنانة. خش تعالوا فرحين، بدكم خيمة؟ ما كده بتوع كلكم؟ أنت ليك وش تتكلم يا ساموش أنت؟ اخلص يا هلا، ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. أنت اللي تخرس يا غبي. غيرها، محدش من إيدك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخد لك أنا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 الله، ده أنت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا إن كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم وإحنا متفقين صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزة يا كلب. سيبه سيبه. ده مهما كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي. تلميذ مش يا ابن اللذينة. فأنت أول مرة تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ هو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فندق. أه فندق. أنا فندق. فندق ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة ايه؟ ده انا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى ايام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ جامعة ايه؟ ادي اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لان انا ما كنتش في الجامعة من اساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة امي. لا انا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. احسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكسب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني أنت لو اتقدمت لواحدة متعلمة مش هتسألك على شهادتك. متعلمة لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معها سكرتارية. وأنت بتشتغلي بالمعهد ده من إمتى؟ يا مين دي؟ أنا بتكلمش على نفسي، أنا بقول مثلا مثلا. أيوه أنا بقول يعني مثلا مثلا. خلاص ما دام مثلا مثلا. تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها منه؟ الله بسرعة كده؟ ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعودة تخرج مع رجالة من غير خطوبة. على رأيك احنا في عصر متر والانفاك. وعلى فكرة باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا مثلا. ايوه طب ايه رأيك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمة طلع مش هعمل. والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كازينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش شحات في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. أنا فاضل لي تكة صغيرة وألعب لعبتي الكبيرة. قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر. صباح الخير ولا مساء الخير يا ستي؟ ما تدقيش علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتك. تعجبني عريس. الله عريس؟ اه ما هو دام لابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو وما بخرت الشقة بعد الصلاة. بس اوعى تقولي ان انا قلتلك. لا ما تخافيش والختنة الشريفة من هاي. تعجبني يا ساتر يا ساتر. دستور انا اسمي نعمان، اسم بلدي اوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا. تقدر تقولي يا نانا؟ فضل.
البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مره. يا بنت يا شقية طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. ده مهما فيه. اهلا وسهلا. انا بنتي عايزه كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريع. ونعم التفكير. تحب تشرب يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا لالا انت قلت تشرب ايه؟ كل نتفليكس. حاجه ساعة اي حاجه. حاجه ساعة يا لالا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايدة كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كم سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة انا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل لاخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ اهي بترزق اخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساقعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتش. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله انت ما صدقت. ما تضغطيشني بال مدلوقين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تغرضيش. الظاهر يا ابني إن أنا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. مالك يا لاجا؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ الشغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه العاب هلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. أجدع ناس؟ تجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحدة، اي واحدة بتاعت غرزة بتبيع حمص الشام، بتبيع دورة، بتلم سا 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 سبارس. تتمناك سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات شحات ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرش معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق.
يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا الثلاجه التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه في كشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايد يا عيون عايد. انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز اديكم بومبه. بومبه ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه مش عايز تتجوز؟ ايوه ايوه ايوه. ازاي يعني؟ كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه، احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عيلك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه، اغلى راجل عندنا عايش في الهفوة بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بس بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساسه سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكانده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه؟ يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطه. انا شايف كل حاجه بنفسي.
يعني الراجل اللي ربناه وثقناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا، تيجي انت تاخده مننا سفلاء. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهورات سكرتة موقفين له مدى الحساسانين، بس حساسانين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكي له يا اخي، احكي له يا حامد. انا هقول لك كل حاجه سعاده البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه اللي لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليله واحده في العمر. ليله واحده في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش اي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. ايوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوه مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. انا خايف يا سعاده البيه لاكون مساله الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجه هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده أونطة. اه اهلا يا سعاده البيت. اهلا. اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعاده. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش برضه. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اهلا بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني سعاده البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خبور. يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكره. وبيقولوا عامل فرح انتكى فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه. 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلع الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب عيب يا بيه ما تقولش عليه حرامي مش كده. اه ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنة الشحاتة وحشة ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوه. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ال 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكرة نتفاهم. مفيش بكرة دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عمي بيندهولك هناك. اه طب عاد اذنكم جاي هو. اه قلت ايه مش عايزين نضيع وقت.
إشارة واحدة وكله ينتهي. هقول لك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هقول لك أنا. الصباحية هبقول لك. مش تفهمني بس انت بتتبع. انا مش عيب تاني بقى. احسن. انا الحمد لله قاعد. هو في ايه يا حسنين؟ الصباحية هبقول لك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ مش عارف انا لقيتها في ايدي. وريني. اتفضل. ايه ده يا حسن ايه؟ في الصباحية هبقول لك. حسنين! صل على النبي، صل على النبي. هو في ايه؟ الصباحية هبقول. فين؟ الصباحية. ماما كتفك حبيبي غبي. يا موسى تعال تعال تعال. امسكوهم. أنا ماليش دعوة، دول شحاتين مع بعض. وقعت يا صفايق، كل اللي أنت عملته مع حسنين كان متراقب، وإحنا سهلنا لك المأمورية، وإدينا لك الدوسيه اللي أقنعك إنه ظابط. يعني حسنين مرشد؟ ادي الحكومة 150,000 جنيه يا غبي. ده أنت اللي غبي، ده أنا خدت 50,000 جنيه مكافأة من الحكومة. حلالي. تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك. هاتي بوسي زي بتوع السيم، زي انور ودي وليلى مراد في فيلم العار.
حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل الادب صحيح. العوام. اهلا يا ها زحلقته؟ لا شغلته. يعني ايه؟ هو حاطني واقعد في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يظبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرام؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه يا ست؟ بغليه واديه لابني عشان ينطق، اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك. ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا. يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا ولية؟ اجري روح بلا هبل، يلا امشي. احنا بنربي هنا فرن وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. يا لهي ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا ولية روحي. فاحنا بنربي فرن وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت هي بره. دي ولية مجنونه بره. بتقول رجل عفريت بره. تاكل يا حسام. ايه؟ تاكل. انا مكسوب. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار. مطلع ما يقص صاحبه. الله، يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حيفع في الشغلانه ده. انت بتنفخ في ايه مقطوع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني. بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اخت زي، هتنفخر بيا اخي النفخرة. ولا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بيت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتفز من هنا. امي امي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خالي. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد، ساعة قاعد على نار. انا بقول لكم اهو، قوم فيك انت اهو. قوم يا خالد كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط، لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر، قوطه قوطه. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده، ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي؟ تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاها يرم العض. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكساية عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجان. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربية وتيجي على البيت او بالمرة تتعشى معانا. لا ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب. لا ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. طب كنت هجريه ولا حاجة؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال.
كوبايه الشاي تقيله يا ولا، احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا، اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يا ابني. ترى ايه اللي اخره؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فك؟ يا حمار يا حمار، انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحة وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مالي؟ لما يجي بسأله. اسأله؟ ده انا هوقفك وشد الداهية. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ بس يا ولا ولا انت عايزين تعشتوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجة فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعب، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاد شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومة بتصرف المصاريف الجامدة دي. بقولك ايه، خد يا حسنين دول وموصل لغاية موقف التاكسي الأجرة وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدق. الأجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعك الأجرة مضاعف. قال أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأوانطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أدينا هنزل يا أخويا ما تسوق. أدينا افتح لي الصخمطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي جنب الناس الشروق كمان، ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدأ الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجهر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو بيشتهي بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، اصحى يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. ايه؟ مساء الخير. مساء النوم. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا، لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص.
يا سيدي 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 الناس لبعضينا. قوم قوم قوم. ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر. الهي ربنا يكرمكم. الهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. هو كده انت ايه يا كده زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت جدع انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما فيش زبونه الا لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راخ عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجله وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة البيت. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نه دولار ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. اعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دواهي. 35,000 جنيه للشقة. يا بلاش يا فندم يا بلاش. 35,000 جنيه للشقة. الو. اهلا سعادة البيه. ايوه سعادة البيه. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني مش عاوز معوحة كتير. بوضوح يا فايق انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطرتك. والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. مالك فيا بيه؟ ما لاحظتش حاجه تحت يا حمد. حاجة زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجة تحت؟ اه بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي أنا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ أنا بقول لك على الشحات الواقف ده. وإحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في إيه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. إيه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد إيده، حتى ونحط نضارة سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقول لك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه.
ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربية وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غلو البنزين. البنزين غير قرشين ساغ، تقوم انت تاخد جنيه؟ قال احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوة بالشحاتين، كداء المية. كل زبون ناكب فيا لحد ما يدينا الأجرة. أمال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة، فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة؟ شاب جذاب زيك أنت. كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فم. أه فم. أني فم. فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد، ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكسب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مندي انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الا بسرعه كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر مترو الانفاق. وعلى فكرة باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رأيك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لئيمة. طب من فضلك. ثلاثة اربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه وعشرين قرش. الاكل اللي انا اكلته ده بستة جنيه وعشرين قرش. ليه قاعده في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حته لحمه قد كده مشويه وشويه سلطه بستة جنيه. من فضلك يا انسه، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك ايه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه. من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ست بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك من ايه؟ اما اقرع ونزها صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟
عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادلي انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله جرايات التهاني، مش شي بقشيش برضو. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفع حاجه من جيبك؟ انت مخك زين خليها جدعين، لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت ده باين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس؟ يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ قال ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا انا ساكن في الرصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ عموش. مال؟ متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. طحنية ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه، ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل، ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على رأي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات. اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمة؟ ايه؟ قلنا صارمة. انا اسمي صارمة. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزم احسن. ايدي. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. الهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك فين؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه. متسول. حكومه؟ حكومه ايه؟ انت مين؟
مش عارف انا مين. انا بوليس اروح والدك قدام على العربيه اللي بره من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هم مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك قضيه غير التسويق. ده بينها ده قد. يا خليل يا غبي يا هموش، امشي قدامي. اهلا، خش يا اخويا، خش. اهلا، خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا خمسة من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين النضرجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس اللي غيظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا، كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك، خد البرشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة انت بس. هو صح الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. سرمة. ايه؟ سرمة، اسمي سرمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والسرمة؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين. مش كده؟ هسيبهم لمين يا عباد؟ سرمة. ايه؟ سرمة. هسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ سرمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم، ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. هلا اقولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزني الحزن. طيب، 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقشيش. ها برضو مش هتاكلي حاجة يا مدموزيل؟ لا مش واكلة، أنا مستنية واحد. طيب. هو ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يسمك ايه؟ هو مين ده؟ الأستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي أيام أيام. دي وقعت ايه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا، النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش.